ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك اليوم. بعد التحية، بالطبع يعني الجهود المصرية مستمرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين داخل مدينة العريش في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية وأيضا استقبال الوفود والزيارات الهامة، لعل الزيارات التي كانت اليوم هي زيارة مبعوث وزير الخارجية البريطاني للشؤون الإنسانية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا هو الذي تم تعيينه من قبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أثناء زيارته لمدينة العريش في 21 من ديسمبر الماضي، وأكد أنه يعني مسؤول دبلوماسي كبير ولديه من الخبرات والخبرة أيضا في التعامل مع مثل هذه القضايا في المنطقة. هو أكد اليوم وأشاد بالطبع بالجهود المصرية المبذولة في تجهيز المساعدات الإنسانية، وأكد أنه متواجد للاستماع إلى الصعوبات التي تواجه المساعدات الإنسانية في دخول أكبر عدد من هذه المساعدات والعمل على تذليل مثل هذه العقبات بدعم من الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري، واستمع إلى المسارات المحددة من قبل الهلال الأحمر المصري لإرسال المساعدات عبر معبر رفح وإلى قطاع غزة. بدوره أيضا مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية داخل الأراضي الفلسطينية المتحدة أكد على أن الهلال الأحمر المصري وأيضا الحكومة المصرية تعملان على مجهود كبير في إدخال المساعدات، لكن هذه المساعدات غير كافية التي تصل إلى قطاع غزة، وهذا بالطبع يعود إلى الإجراءات التفتيشية الموجودة في منفذي كرم أبو سالم والعوجة الخاضعين لسلطة الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي تم مناقشة كل هذه الأمور والاطلاع على حجم المساعدات الموجودة والتوعد ببذل مزيد من الجهود لإدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. هذا بالإضافة على الجانب الآخر، أيضا معبر رفح لازال يواصل دخول الشاحنات والمساعدات. نتحدث عن 140 شاحنة دخلوا اليوم من بوابة معبر رفح المصري متجهين إلى منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 120 شاحنة أخرى اتجهوا إلى منفذ العوجة. كل هذه الشاحنات بها عدد كبير من المواد الغذائية، وتتضمن هذه الشاحنات ما يقرب من 84 شاحنة تابعة للمملكة العربية السعودية ضمن القافلة الثالثة التي أتت عبر ميناء بورسعيد ووصلت إلى مدينة العريش، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 20 مصابا و25 مرافقا لهؤلاء المصابين، بالإضافة بالطبع إلى دخول شاحنات الوقود، أربع شاحنات للغاز وشاحنتين للسولار. وبتتواصل الجهود المصرية داخل مدينة العريش وعبر معبر رفح المصري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. صحيح، أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العريش.